يعني احنا بدنا الشباب تقبل على خدمة العلم، وخصصنا حلقة كاملة، رئيس الوزراء حكى عنها، وزير العمل حكى عنها، مدير التوجيه المعنوي حكى عنها. يعني موضوع للشباب الأردني، موضوع رائع خدمة العلم. ياريت الشباب اللي بيسمعونا أو أولياء أمورهم، أبائهم أمهاتهم اللي بيسمعونا واللي مطلوبين كدفعة أولى مواليد 1995 لخدمة العلم، ابعثونا شبابنا، ابعثونا على الواتساب رسائل صوتية، حاب أسمع حماسك وصوتك في هذا الموضوع. طبعا مثل ما كلنا بنعرف، الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم الإلزامية راح يبدأ تدريبهم ب1/11 راح يبدأ تدريبهم. هي نصيحة للشباب اللي من مواليد 95 وبدهم يبلشوا بعديها 96 97 98، وهلما جرى، هي نصيحة للشباب، يعني روح وانت قلبك قوي اخدم خدمة العلم. انا بنصحك تخدمها، لانه راح تقضي طول عمرك وانت تتذكر هذه الخدمة، خدمة العلم اللي هي خدمة الوطن، خدمة بلدنا، وانك تكون احد منتسبي قواتنا المسلحة الجيش العربي. اشي عظيم، اشي برفع الراس. واكيد الشباب الجداء المقبلين على الحياة جديد، يعني من مواليد 95 فما فوق، يعني بتسمعوا منا احنا القديمين اللي خدمنا خدمة علم. يعني انا خدمت خدمة علم، بعدني لغاية الان بتذكر الايام الجميلة الرائعة وانا في عز شبابي وانا اخدم خدمة علم. والشغل اللي كثير مهمة، الأخ محمد أبو توبة بعده بسمعنا والجميع بسمعنا وكثير بيجينا، أنه الشباب حابين ينخرطوا في سلك القوات المسلحة. الشغلة المهمة أنه من يرغب من المكلفين المكلفين اللي بدهم يخدموا بالالتحاق لاحقا بالقوات المسلحة كنظامي، فإن ذلك يعتمد على دراسة طلبه وانطباق الشروط عليه وتقييم أدائه وسلوكه خلال فترة التكليف ومدى حاجة القوات المسلحة بتجنيد أعداد جديدة فيها. صدقوني راح يعتمدوا القوات المسلحة بالتجنيد كنظامي لاحقا على اللي بخدم خدمة علم وبكون سلوكه ممتاز. هي فرصة طبعا.